خليني دلوقتي اروح مع حضراتكم لزميلنا محمود جميل واللي موجود على ارض العالمين الجديده واللي هيحكي لنا بقى على اخر الاخبار والفعاليات اللي موجوده في المهرجان. يا مساء الفل عليك يا محمود، شايفه وراك زحمه والناس مبسوطه، احكي لنا اكتر عن الاجواء عندك عامله ازاي. مساء الفل يا بسنت ومساء الفل على كل الساده المشاهدين، برحب بيكم من مدينه العالمين الجديده. الحقيقه انا من ورايا زحمه ومن ورايا اطفال بتلعب ومن ورايا اسر، يعني كل اللي يجي على بالك وموجود هنا الحقيقه في المنطقه الترفيهيه من الجمال اللي موجود، سواء من الاقبال الشديد من الاسر والعائلات والاطفال اللي بتلعب مختلف الالعاب في المنطقه الترفيهيه، لانه في تنوع كبير جدا الحقيقه في الانشطه الترفيهيه اللي موجوده للاطفال. يمكن الصوره من خلف بتبين كمان حجم الناس اللي موجوده الاقبال، ويمكن من امامي انا شايف الناس ما شاء الله مقبله على فكره العجل وان هم بيأجروا العجل وياخدوا بقى الجوله الجميله في المنطقه الترفيهيه. فالحقيقه المشهد ده تقريبا بنشوفه كل يوم، لكن كل يوم بيكون في اقبال وزياده من الزائرين من مختلف طبعا الفئات ومن مختلف الاعمار. ويمكن المميز كمان ان احنا بنلاقي اقبال كبير جدا من الاطفال، والحقيقه دي ميزه النسخه الثانيه من مهرجان العالمين الجديدة، انه في اهتمام كبير جدا بالاطفال من بداية المهرجان الحقيقة، سواء بالانشطة المختلفة اللي موجودة بالكيدز اريا اللي موجودة في المنطقة الترفيهية، او حتى طبعا الاسبوع اللي فات شفنا نبتة ومهرجان نبتة والانشطة والفعاليات اللي كانت بتتقدم للاطفال والورش المختلفة ومدى حرص ادارة المهرجان على الاهتمام بالاطفال. فدي حاجة حلوة جدا ان كمان بتشجع الاهالي وبتشجع الاسر ان هم يصطحبوا اطفالهم ويكونوا موجودين بقى هنا في مدينة العالمين الجديدة. ويمكن النهاردة كنت بلتقي بأحد الزائرين جايين من اسكندرية وهم اوريدي قاعدين هنا في مدينة العالمين الجديدة، والحقيقة ان هم بيقولوا ان كل يوم هم بيجوا هنا وبيحضروا الفعاليات المختلفة لمهرجان العالمين الجديدة، وبيتابعوا كل رسائلنا طبعا اللي بتكون من خلال شاشة القناة الأولى، وهم الحقيقة مبسوطين بكل الأجواء اللي موجودة هنا في مدينة العالمين الجديدة ومدى الفعاليات المتنوعة اللي موجودة. يعني من شوية كده كان في فقرة السيرك القومي، والحقيقة كان في حالة اهتمام شديدة جدا من الجمهور ومن الزائرين اللي موجودين، سواء من الأطفال او حتى من الاسر المختلفه، ودايما الاطفال بيحبوا الفقره دي تحديدا كل يوم في المنطقه الشاطئيه في المنطقه الترفيهيه. وده طبعا في اطار التعاون ما بين وزاره الثقافه والشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. كمان النهارده كان عندنا فرقه الوادي الجديد للفنون الشعبيه قدمت فقرات مختلفه طبعا بالتزامن مع زيارتين مهمين النهارده. كان عندنا طبعا الزياره الاولى للدكتوره رشا راغب المدير التنفيذي للاكاديميه الوطنيه للتدريب، وكانت طبعا بتتفقد الجناح الخاص بالأكاديمية الوطنية للتدريب اللي موجود هنا طبعا في مدينة العالمين وفي مهرجان العالمين الجديدة. الجناح اللي موجود للأكاديمية الوطنية هو بيقدم بعض الأنشطة المختلفة لمختلف الفئات والأعمار، أنشطة كتير جدا موجودة في الجناح الخاص بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وطبعا بعض الورش التدريبية وحرص الأكاديمية على أنها تكون موجودة من باب طبعا أو من حرصها على الاستثمار في بناء الشخصية وفي بناء الإنسان والتنمية بشكل عام، خاصة الإنسان والتنمية البشرية بشكل خاص. طبعا دكتورة رشا أكدت على مدى أهمية وجود الأكاديمية والتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تواجدهم هنا في مهرجان العالمين الجديدة، والخدمات طبعا اللي بتقدمها الأكاديمية من خلال البرامج التدريبية المختلفة، من أهمها طبعا البرنامج الرئاسي. وكان في حضور لبعض الخريجات من برنامج المصريات بالخارج. برنامج المصريات بالخارج ده برنامج أطلقته الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحيث أنه بيعمل على تدريب وتأهيل المصريات بالخارج أو اللي بيريد منهم طبعا إثقال المهارات أو الحصول على بعض الورش التدريبية المختلفة وبعض الدورات المختلفة. فكان في تواجد مهم جدا للمصريات بالخارج من وجودهم في جناح
الأكاديمية وعبروا عن سعادتهم وتواجدهم في مدينة العالمين الجديدة وانبهارهم طبعا بكل الفعاليات اللي موجودة. الزيارة الثانية الحقيقة كانت للمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والاتصال السياسي، والتأكيد طبعا على مدى أهمية مهرجان العالمين الجديدة، وأن المدينة تحولت من مدينة ألجام لمدينة أحلام فيها كل المعمار اللي موجود، سواء المباني المعمارية أو حتى الوجهات السياحية المختلفة ومنظر البحر، العمالة اللي موجودة. فالحقيقة أشاد بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تواجدها في مدينة العالمين الجديدة وتقديم كل الخدمات المميزة في المهرجان وتسليط الضوء على واحدة من أهم المدن السياحية اللي موجودة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. كمان مستشار محمود فوزي أكد على أهمية الحوار الوطني، وأن في توجيهات من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تنفيذ كل مخرجات الحوار الوطني والاهتمام بكل الملفات اللي موجودة، سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو حتى اقتصادية، والتواصل مع كل الكيانات الشبابية المختلفة لتحقيق كل ملفات أو متطلبات الحوار الوطني المختلفة. فالحقيقة زيارتين مهمين جدا كانوا موجودين النهاردة في المنطقة الترفيهية اللي لازالت بتشهد إقبال كبير جدا من المواطنين في مختلف الفئات والأعمار. خلينا أقولك كمان أن الشركة المتحدة كانت حريصة على حضور كل الفئات لمهرجان العالمين، فده يعني كان أو أتبعه بعض الخطوات اللي قدمتها الشركة المتحدة من خلال تعاونها مع المؤسسات. يعني احنا بنتكلم تحديدا على تواجد أتوبيسات النقل العام الذكية اللي بتعمل طبعا بالطاقة الكهربائية. الأتوبيسات دي مازالت موجودة لها مسار طبعا في مدينة العالمين الجديدة، بتنقل كل المواطنين داخل مدينة العالمين الجديدة، فده طبعا سهل على المواطنين فكرة الانتقال وفكرة طبعا التواجد في الأماكن المختلفة الخاصة بفعاليات مهرجان العالمين الجديدة، سواء في المنطقة الترفيهية، في النورث سكوير، في المسرح الروماني، في اليو أرينا. كل المناطق دلوقتي أصبح بيمر من خلالها الأتوبيسات اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة، ده في إطار التعاون ما بين الشركة المتحدة ووزارة النقل. خلينا أقول كمان ده بخلاف طبعا الأتوبيسات اللي موجودة في القاهرة والإسكندرية في مواعيد محددة بتيجي لمدينة العالمين الجديدة يوميا، خاصة في الأيام اللي فيها الحفلات. ويمكن احنا طبعا خلاص منطقة اليو أرينا بتستعد لاستقبال الحفل الكبير طبعا لفرقة كايروكي اللي هتكون يوم الجمعة. يعني احنا شايفين مدى الاستعدادات اللي بتتم في اليو أرينا لاستقبال الحفل الجميل ده، ويمكن على مدار الأسبوع اللي فات شفنا مدى التنوع الكبير في الفعاليات وحضور أكبر عدد من الفئات المختلفة، ويمكن شفنا الانطلاقة القوية جدا لمسابقة رالي السيارات إيفر التابعة لوزارة التعليم العالي، ومدى الحضور الكبير من طلاب الجامعات اللي لسه مازالوا موجودين وبيقبلوا على المنطقة الترفيهية في المشاركة في عدد كبير جدا من الفعاليات المختلفة، سواء بنتكلم في ملاعب كرة القدم أو البدل أو كرة الطائرة الشاطئية أو حتى وجودهم في الشاطئ اللي خصصته ليهم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. فبالتالي فئات كبيرة جدا وعدد كبير جدا من الزائرين والمواطنين أصبحوا أن هم موجودين بيتمتعوا على مدار اليوم بكل الفعاليات المميزة. وزي ما قلنا أنه بيطلق على مدينة العالمين الجديدة هي المدينة التي لا تنام، ودي حقيقة. يعني أي حد موجود في مدينة العالمين الجديدة يقدر أنه هو كده يعني يبقى في أجندة أو برنامج أنه هو يقضي يومه إزاي في المدينة، بداية طبعا من الصبح والبحر الجميل والمية الجميلة اللي كانت موجودة، ويمكن بنشوف كل الناس اللي بتقبل على الشاطئ العام أو على شاطئ ذوي الهمم. وخليني كمان في النقطة دي تحديدا يعني نشيد بالأداء اللي معمول في شاطئ ذوي الهمم ومدى تيسير الممرات لذوي الهمم عشان طبعا يكونوا موجودين في الشاطئ ويستمتعوا بحالة الأجواء الجميلة وبحر العالمين المميز. مفيش حد بيجي هنا بسنت إلا وبيتكلم على مية العالمين الجميلة وبحر مدينة العالمين وكمان منظر الأبراج الجميل. فكل الناس اللي بتيجي في الفعاليات المختلفة هنا بتستمتع بكل المناظر الجميلة اللي موجودة. طبعا احنا على مدار هذا الأسبوع هيكون عندنا بعض الفعاليات الأخرى، هيكون عندنا طبعا مباريات في كرة الطائرة الشاطئية
بالإضافة طبعا إلى ملعب كرة القدم الخماسي فيما يتعلق بالمباريات أو الدوري الخاص بالجامعات وحرصهم كمان على تواجدهم، وإن تقريبا من أول المهرجان لحد نهايته لسه إحنا في خطة إن أغلب الجامعات وأغلب الطلبة في الجامعات إن هم يكونوا موجودين هنا في مدينة العالمين الجديدة ويستمتعوا بكل الفعاليات المختلفة في مهرجان العالمين، بالإضافة طبعا إلى استمرار الباراموتور وبعض الرياضات الأخرى اللي هتكون موجودة في مدينة العالمين الجديدة. يعني في الحقيقة يا محمود الأجواء يعني الويك إند اللي جاي طبعا هيكون في فعاليات كبيرة جدا، وأكيد يعني هنتابع معاكم أجواء حلوة ما بتنتهيش. بندعو كل الناس بسنت إن هي تيجي مدينة العالمين الجديدة وتستغل بقى الوقت الباقي من مهرجان العالمين الجديدة، وأكيد تستمتع بالفعاليات المختلفة والجو الحلو والأجواء الحلوة دي والشواطئ الجميلة. بنشكرك يا محمود، كل الشكر ليك.